كام ويندو بيتلعب؟ دي بتبقى 2 ويندو، الاربع فرق ياخدوا منهم 3. ممتاز، دي اول 2 ويندو، بعد كده بتطلع تخش على مجموعه ثانيه تلعب 3 تانيين، بس تمام. بتطلع بالنتائج بتاعتك، مش هتلعب نفس الفرق انت لعبتها خلاص، بتطلع بالنتائج ما عدا الفريق اللي انت خسرت اللي خرج، بتستبعد نتائج، بتستبعد نتائج بالظبط، وتخش على الثلاثة التانيين بتعيبهم بس، وبعدين ناخد 5 فرق يتأهلوا كأس العالم. دلوقتي 5 فرق من افريقيا بالظبط. زمان طبعا تعرف كان 3 وكان 2 قبل كده، انا كنت 2 وبعد كده لما انا ما لحقتش 3 كمان. ما لحقتش 3 انا لحقتش، لو 3 لو كانت 3 كنت لعبت لي 2 كاس عالم يا كابتن. فالنهارده راحت مني النهارده 5 فرق، فطبعا يعني الفرق كويسه اكيد هتوصل لكاس العالم، هتبقى حاجه كويسه جدا، واتمنى مصر تكون من ضمن الفرق اللي هتمثلنا باذن الله في كاس العالم 23 في اندونيسيا واليابان والفلبين. كاس العالم اللي جاي في اندونيسيا 2023، اندونيسيا واليابان في الفلبين. الفلبين 3 دول عشان بيبقى 32 فرقه. 32. طب 32 فرقه ما خدناش مقعد زياده في افريقيا ولا صعب؟ لسه لغايه دلوقتي 5، بس ربنا يسهل مع ارتفاع المستوى. كل شويه الاتحاد الدولي بيابديت القصه، بيابديت. طبعا متوقف على الرانكات بتاعتنا، كل ما نعلى في الرانكات بتاعتنا كل ما هيبقى لنا باذن الله اكتر يعني. طيب خليني اجي على امر مهم، هو انه كرة السلة شئنا أم أبينا، يعني احنا طبعا في مصر هنا اللعبة الشعبية بقت اليد نتيجة اللي هي نتائجها طبعا، والناس بتتابع المنتخب والقصة دي، ولكن في العالم كله اللعبة الشعبية هي الباسكت، الثانية اللعبة الشعبية الثانية هي كرة السلة. بالظبط. دوركم كاتحاد أفريقي مع اتحاد دولي، يعني طبعا الاتحاد الأفريقي هو اتحاد قاري، ولكن الاتحاد الدولي ما زال هو اللي بيدير الموضوع. هل الاتحاد الدولي عنده استحسان وشايف رضا بشكل أو آخر عن يعني اداء الاتحاد الافريقي، وان مثلا الطفره اللي حصلت وان الام بي اي دخل في القصه، ولا الاتحاد الدولي كان ليه راي اخر؟ لا، هو طبعا في مؤشرات بتدل على هذا الكلام طبعا، ان في استحسان وفي متابعه من الاتحاد الدولي اكتر، ان اول حاجه قرر ان هو لاول مره منذ 56 سنه يخلي افريقيا تستضيف الانتركونتيننتال كاب، او اللي هنسميها كاس العالم للانديه. نعم. لاول مره منذ 56 سنه، اول مره تبقى في مصر في افريقيا وبمشاركه نادي من افريقيا او من مصر. بس هم اربع انديه، طب ايه سر ان البطوله اربع فرق بس يعني؟